راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار وليكم عناوينها. عبد الواحد يصل إلى جوبا ويجتمع مع الرئيس الفقير، والحركة تقول الزيارة لا علاقة لها بالمفاوضات مع الحكومة. ظهور حالة كورونا وأخرى لشلل الأطفال بولاية غرب دارفور، والدوما يعلن خطة لنزع السلاح وإسكان للنازحين. احتجاجات في كسلة ومعمل استاق بالخرطوم واعتصام متواصل للأحياء الغربية بمدينة الأبيض. القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل طالب الإسلامية، والجامعة تتوقف لـ3 أيام حدادا على الطالب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وصل إلى مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان أمس الاثنين رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد النور، وأكدت الحركة في بيان لها أن الزيارة لا علاقة لها بالتفاوض مع حكومة الخرطوم أو الالتحاق بمنبر جوبا الذي أوضحت الحركة رأيها حوله منذ بدايته. وأوضعت أن الزيارة تأتي تلبية للدعوة الكريمة التي بعثت بها سلفاكير مياردت رئيس جمهورية جنوب السودان، وتهدف للتباحث والتفاكر حول الطريق المثلى لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام بالسودان، والاستماع إلى رؤية الحركة في تحقيق السلام بالسودان. وذكر البيان أن قيادة الحركة ستقدم شرحا وافيا للرئيس الفاكير وحكومة جنوب السودان عن مبادرة مؤتمر الحوار السوداني السوداني داخل الوطن التي وعدت الحركة بإعلانها، موضحا أن المبادرة تهدف للخروج من حالة التوهان وانسداد الأفق السياسي والتأسيس إلى مشروع وطني حقيقي يعالج جذور الأزمات التاريخية والوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام. أعلن محمد عبد الله الدوما والي ولاية غرب دارفور عن تشكيل حكومة الولاية لـ8 وفود من الإدارة الأهلية للتجوال في محليات الولاية الـ8 المتضررة عدا محليتي كلبس وسربة في شمال الولاية لمخاطبة المواطنين وتهدئة الأوضاع. وأضاف والي غرب دارفور في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بالخرطوم أن الولاية وضعت خطة لنزع السلاح الأبيض من أيدي المواطنين، خاصة وإنها تعاني حاليا من وجود نهب للشاحنات والركشات إلى جانب تجارة المخدرات والتهريب، مشيرا إلى أن حكومة الولاية تفكر جديا في إعطاء النازحين أراضي سكنية بعد تخطيط معسكراتهم، خاصة وأن أوضاعهم الحالية لا تسر. وقال إن هناك ما يقدر بأكثر من 125,000 مواطنا احتلوا المباني الحكومية بالمدينة عدا ثكنات الشرطة والأمان العامة للحكومة. وأوضح أن الأوضاع الصحية بالولاية ما زالت تحت السيطرة بعد ظهور حالة واحدة إيجابية للكورونا وأخرى لشلل الأطفال. توجهت صباح أمس الأحد لجنة رفيعة المستوى من النيابة العامة إلى الجنينة بولاية غرب دارفور للتحقيق في أحداث معسكر كريندينغ الأولى والثانية، ومن المقرر أن تقوم اللجنة باستصدار أوامر قبض لكل من ثبت تورطه في أحداث كريندينغ 1 و2، ورفع الطلبات المتعلقة بالحصانات للنائب العام لمتابعة الإجراءات ورفع الحصان عنهم. وأعلن محمد عبد الله الدوما والي ولاية غرب دارفور عن مباشرة اللجنة التي كونها النائب العام في فتح بلاغات ضد المتهمين في أحداث الجنينة بما فيها بلاغات في أحداث العام الماضي حتى تكون هنالك عدالة انتقالية، وعزى التأخير في ذلك لأسباب موضوعية من بينها أن بعض المسؤولين المتهمين لم يتم رفع الحصان عنهم. وأوضح الدوما في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بمركز فكرة للإنتاج الفني والإعلام بالخرطوم إن النيابة العامة ستقدم هذه القضايا للمحاكم بمجرد الانتهاء من التحريات. قتل محمد عثمان محمد خميس 43 عام مساء الأحد في منزله بحي المراحيق في نرتتي بوسط دارفور على يد مسلحين مجهولين.
وقال حسن آدم لراديو دبنجا إن اثنين من المسلحين هاجما الشيخ محمد عثمان في منزله وأطلق عليه النار مما أدى لمقتله على الفور، وأشار إلى فتح بلاغ بالحادث لدي الشرطة الموحدة بنرتدي، ونوه إن جثمان دفن صباح أمس الاثنين في مقابر المعسكر الشمالي بنرتدي، وأوضح إن الفقيد درس في معهد الدلن لعلوم القرآن ويعمل مرشدا في جميع مساجد نرتدي. وأضاف حسن آدم في هذا الخصوص: ليلة يوم الأحد اثنين مسلحين هاجموا منزل بحي المراهق نرتته وأطلقوا الرصاص على المواطن في صدره وأدى قتيل حالي. الشهيد اسمه محمد عثمان محمد خميس، يبلغ من العمر 43 سنة، وتم بلاغ في شرطة الموحدة النرتتي، وبعد ذلك من محل الحادث شالوا الأثر واتجه جنوب حي المراهق إلى حي كومبوري بمدينة نرتتي، والآن جاري بحث في حي كومبو. فرقت شرطة ولاية كسلة أمس الاثنين احتجاجات أغلقت كوبري الجاش تنديدا بتخصيص وظائف وكلاء النيابة لمكونات بعينها. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن المحتجين أغلقوا الكوبري الذي يربط بين شقي المدينة لفترة وجيزة قبل أن تطلق الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع. وكانت النيابة العامة أعلنت فتح وظائف وكلاء النيابة في عدد من الولايات من بينها كسلة والبحر الأحمر بموجب اتفاق جوبا. وأبلغت النيابة المتقدمين بتخصيص الوظائف لسكان الأصليين مما أثار حفيظة عدد من المكونات. دخل اعتصام الأحياء الغربية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الثاني بسبب أزمة المياه التي استمرت لأشهر دون أي حلول من قبل الجهات المختصة. وقال مشاركون في صيوان الاعتصام في محطة 2 لراديو دبنجا أن الأزمة ما تزال قائمة، وأن جميع الأحياء الغربية من المدينة التي يتجاوز عدد 27 حي لا تزال تعاني من العطش الشديد، حيث تجاوز سعر برميل الماء 400 جنيه. وأوضحوا أن أغلب الأسر التي تقطن في هذه الأحياء لا تستطيع شراء برميل الماء بشكل يومي. وناشد المعتصمون السلطات بالمركز بالتدخل لحل مشكلة مياه الأبيض. وأضاف أحمد رباح لراديو دبنجا من صيوان الاعتصام بالأحياء الغربية من مدينة الأبيض: وعود كذابة، وعود كذابة، بس ولا في ذو شيء من كل الأحياء المتضررة الغربية دي، ما في ذو شيء. ما زالت الناس عطشانة، والليلة الباختين بتحت الموية ب 70 جنيه كبيتهم أنا عشان ما يقول لك الناس أنا كبيت ب 70 جنيه. نفذت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية وقف احتجاجية بمعمل استاد تنديدا بمحاولة إدارة المعمل لكسر إضراب العاملين الذي يدخل أسبوعه الثاني. وقالت اللجنة في بيان لها إن مدير عام المعمل القومي للصحة العامة استاد استعانت بمدرعات وارتال عسكرية في محاولة لكسر صمود الإضراب للعاملين في المعمل، وأوضحت إنها نفذت الوقفة على الرغم من التهديد. يذكر أن اختصاصي المختبرات دخلوا في إضراب منذ أكثر من أسبوع للمطالبة بمستحقات مالية وقضايا مهنية ومطلبية وإدارية، من بينها تخصيص إدارة عامة للمختبرات. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في هذا الخصوص: جاهزين لكل الحاجات لكل المستويات بتاعة التصعيد، ومستعدين نقابل أي جهة إن كانت، لو باليد لو بالراي لو بالعين لو بالمشلل الحاكمة الصحة ومتسلطة عليها بسبب حماية لمصالحها ذكرناها وحذرناها من زملاء مهنتنا أو مشاركة ناس كتار من مهن كثيرة مختلفة ربطت بينات المصالح. استاك ده كان بداية المهنة دي، حصلت فيه النكسة والارتدادة بتاعت المهنة. أعلن وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ القبط على 3 مشتبه بهم في قتل طالب الجامعة الإسلامية من بينهم المتهم الرئيسي، بينما توقفت الدراسة في الجامعة لمدة 3 أيام حدادا على الطالب الذي قتل طعنا بواسطة مجهولين يوم الأحد. وزار وفد من مجلس الوزراء من بينهم خالد عمر وزير مجلس الوزراء والدكتورة انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي بجانب وزير الداخلية. وأكد وزير مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في الكشف عن مرتكبي الجريمة وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعاجلة، وأشار إلى أن الشرطة شرعت في رفع مستوى تأمين الجامعة، وقال إن الحكومة ستبدأ على الفور العمل على معالجة مشكلة المياه بالداخلية عقب استلام المطلوبات من إدارة الجامعة.
وأعلن الطلاب الاعتصام في مقر الجامعة إلى حين الاستجابة لمطالبهم، كما سيروا مواكب إلى مكتب مدير الجامعة وأغلقوا الطريق المؤدي إلى الجامعة. وأضاف وزير الداخلية في مخاطبته للطلاب: أول حاجة نحن جاي معنا وزير رئاسة مجلس الوزراء أخونا خالد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وأنا وزير الداخلية، والكلام ده نحن جايين بتكليف من رئيس مجلس الوزراء وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مباشرة. نحن الحادث ده نحن جيتنا من الكلام ده. أول حاجة دار نديكم كلام، الآن في ثلاثة متهمين منقوطين في البلاغ ده. الله أكبر. المتهم الأساسي في البلاغ ده الآن يتقبض. يهودوا بحاجة تانية أوريكم بشي تاني، نحن جايتنا دي عشان نحن نشوف كل الثغرات الموجودة ونحن نشد الثغرات. أكدت المحامية لبنى موسى عضو لجنة صياغة مشروع قانون النقابات الموحد إن مشروع قانون النقابات يمكن أن يؤسس لنقابات ديمقراطية تساعد في نهضة البلد وتقوم بدور نقابي حقيقي. وقالت في تصريحات لراديو دبنجا إن اللجنة برئاسة الأستاذ محجوب محمد صالح استطاعت توحيد أكثر من 8 قوانين صادرة من جهات ومنظمات ومراكز. وكانت وزيرة العمل تيسير النوراني أكدت أن وزارتها دفعت بقانون النقابات الجديد لوزارة العدل للسياقة القانونية، وسيدفع به لمجلسي السيادة والوزراء لمناقشته وإجازته في صورته النهائية بنهاية مارس الجاري. وأضافت المحامية لبنى موسى في هذا الخصوص: استطاع أن يوحد أكثر من 8 أو 9 جهات، أصدر قانون جهات حزبية وفيها جهات نقابية وفيها مراكز قدمت مشروع قانون للنقابات بحكمة الأستاذ محجوب محمد صالح. تم تجميع هذه الأجسام جميعا وأصدرت مشروع قانون موحد للنقابات. أنا بفتكر أنه اشتمل على كل المطلوب في أن يكون قانون ديمقراطي يؤسس لنقابات ديمقراطية، يؤسس لنقابات ممكن تساعد في نهوض البلد وتنميته. أشاد الدكتور علي المري رئيس التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جهود الحكومة في إعداد مشروع لإنشاء مفوضية وطنية لحقوق الإنسان. وشدد المري الذي يزور السودان في تصريحات لراديو دبنجا على ضرورة أن يتفق قانون مفوضية حقوق الإنسان مع مبادئ باريس ويكفل استقلالية مفوضية حقوق الإنسان. وقال إن التحالف يضم 127 مؤسسة وطنية حول العالم، موضحا إنه التقى في زيارته عددا من المسؤولين والوزراء ومنظمات المجتمع المدني، ونوه إنه استمع لآراء المنظمات حول قانون مفوضية حقوق الإنسان الوطنية. وأضاف الدكتور علي المري في هذا الخصوص: طبعا هذه الزيارة كان هناك لقاء مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني وكذلك مع المسؤولين سواء وزير العدل أو وزير الخارجية، وكان هناك طرح بعض الموضوعات التي تهم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وكانت هناك جهود من قبل الحكومة الانتقالية يعني ونشكرها على ذلك فيما يتعلق بإعداد مشروع لمفوضية حقوق الإنسان هنا في السودان. وطبعا استمعنا إلى آراء منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالقانون، وكذلك طرحنا وجهة نظرنا فيما يتعلق بكيفية إنشاء قانون يتفق مع مبادئ باريس ويعطي الاستغلالية لأي مفوضية حقوق إنسان قادمة إن شاء الله. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة المعلمين انتقادات لرئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك لعدم اعتماده 11 توصية تم التوصل إليها بين لجنة تسيير نقابة التعليم ولجنة من المالية ووزارة التعليم في يناير الماضي، وهددت بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها. وأوضحت اللجنة في بيان لها أن التوصيات تتعلق بمعالجة تشوهات الهيكل الراتبي، مشيرة إلى الظروف الاقتصادية العصيبة التي يعيشها المعلمون، حيث تبلغ تكاليف أسرة مكونة من 5 أفراد حوالي 110 ألف جنيه في شهر فبراير. ونوهت إلى الغبن وسط المعلمين بسبب التباين في أجور المعلمين بين الولايات، مشيرة إلى حذف البديل النقدي وبدل اللبس من أجور المعلمين في معظم الولايات. كما طالبت بالإسراع في إعادة تعيين البروفيسور محمد الأمين أحمد التوم ليواصل مشروع التغيير في التعليم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.